أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى في مقعد صدق، يقول ما المراد بالصدق هنا؟ الصدق الذي ليس فيه كذب ولا لغو. الجنة ليس لا لغو فيها ولا تأثيم، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فليس فيها لغو ولا كذب ولا تزوير ولا صدق، ما في الجنة إلا الصدق. نعم.